أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى الذي يدعى به عند طلب الحاجة؟ لا يعلمه إلا الله، الاسم الأعظم لا يعلمه إلا الله على وجه التحديد. أما التحري قالوا إنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة البقرة وسورة آل عمران. الله أعلم. نعم.